يوم الخميس أول ما كتير يعني بقي عن أربعة أيام. أي والله والله كأنه أربع سنين. هاي خلصنا نص الطلبين. الأيان عندنا الأسطورة ومصفاتنا. خاطر عربية ان شاء الله بكره ما خلصوا. ان شاء الله. مساء الخير ابو الفواري. السلام عليكم. مساء الخيرات وعليكم السلام، يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك يا رب. شو طمني، شو اخبار الحاره؟ الامور هذا يا عقيد من وقت انحلت المشكله، بقى شو رايكم هلا تشربوا لكم كاسه شاي اكرم عجم من تحت ايدين عمكم الفواريس؟ معلش يا ابو الفوارس، خيره بغيره، بس انا بدي اياك تدير بالك منيح على الحاره. ولا يهمك عقيد، على راسي. نورتي بيتك يا بنت. نور بوجودك ابن عمي. شو بكي خجلانة؟ طلعي فيني، طلعي. سبحان الذي خلقك على الجمال. وين كان هذا مخبى كله؟ وين؟ انت عيوني وتاج راسي يا ابن عمي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. أهلا شباب. أهلا وسهلا، مرحبا. أبو شوكة، أنت دوري. أنا أنت دوري بعد العصر. شو جاري؟ شلون الجو؟ كتران الباء لأنه صار للدبانة دكانة وصار تتسكر العصر.
اهلين ومرحبتين. اهلين تقبريني اهلي بهالقامه. انت والله اشتقت لك. والله العظيم وانا بالاكثر. وينك يا بنت الحلال؟ وينك؟ فين الايادي؟ شو فيها؟ حماتك بتحبك. جاي ما تحبني اليوم. بعيد الشر، رح اجيب لك فنجان روحي. شو اخبار الحاره؟ ان شاء الله ما عاد فيها مشاكل؟ لا لا الحمد لله، من وقت انطلع العفو ما عدنا شفنا المشاكل بالمره، بس يعني بس شو؟ يا اختي اللي معكر صفو الحاره هو غياب ابو شهاب. ما حدا عرفانه، كان مخطوف، كان عايش، كان ميت، والله ما بعرف. طمني، ابو شهاب عايش. ابو شهاب عايش؟ انت متأكدة؟ لك متأكدة، لانه ابو يوسف ما بيكذب. ومنو هاد ابو يوسف تقبريني؟ ابو يوسف ابن اختي يلي استشهد بالغوطة. اي والله تذكرته، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. والله زعلت عليه من كل قلبي. لكن تقبريني يا ام جوزي، بدي اسألك، شو دخل ابو شهاب بابو يوسف؟ هذا يا ستي ملا انتي، ابو يوسف جاني بالمنام امبارح بالليل وقال لي يا خالتي بكره بتروحي على حارة الضبع وبتخبريهم انه ابو شهاب عايش وماله مطول ليرجع على الحارة، وعطاني علامة. علامة؟ وشو هي العلامة؟ قال لي معتز. معتز؟ لك اي والله، امبارح كان عرس معتز. يي هل مأنزع تجوز؟ ان شاء الله صباحية مباركة يا عروس. الله يبارك فيك يا مرتم. يا مو معتز، عطيتها البقجة لخيرية؟ لطيف على النسوة، لا والله ما عطيتها اياها. عدي يا بنتي عدي. ليلي يا بنتي لا تستحي، شلون لقيتي معتز؟ معتز ما في منه مرتمي. الله يهنيكم ببعض يا بنتي. بدي فهمك على شغلة، اساس السعادة بين الرجال ومرته هو التفاهم. يعني بدي انصحك نصيحة، شو ما طلب منك وشو ما قالك لا تردي بوشه. بزماني أنا غلطت مع أبو عصام وصار اللي صار، ولهلا أنا ندمانة. وبدي قلك مثل احفظيه منيح، قال غسل وشك ما بتعرف مين ببوسه، ونظف بيتك ما بتعرف مين بيدوسه. خدي بنت عمي إن شاء الله بيعجبوكي. تسلموا ايديك يا بنات. الله يسلمك. خير، مين جاينا بهالوقت؟ رح افتح. استنى امي انا بفتح، خليك مع عروستك. امشي الحقيني الحقيني يا بنت. اهلين وسهلين امزكي، تفضلي. الله يزيد فضلك تبريني. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك الهي. كشفي عن وشك، ما في حدا. ما في حدا؟ اي الله. اي شلونك سعاد خانو؟ الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الهي الف مبروك للعرسان يا حق. الله يبارك فيكي. تعي لقلك، جايبت لي خبر حلو كتير كتير. خير ان شاء الله. رفيقتي ام جوزيف شايفه بنوم اخوكي ابو شهاب ومنام حلو كتير كتير، اجت من الصبح مش قد تقلي عليه. يبعت لك يا ام زكي يبعت لك. فكرت خبر عن حق وحقيقي منام. ايه اصبح انتي ما بتعرفي منامات ام جوزيف بنوم. ام جوزيف منام عمره ما بيخيب. عن جد؟ لكن تعي احكي لي شو شافت عن اخي ابو شهاب. يلا تعي لاحكي لك. الله يسلمك بياك يا مو، شو هالطبخة هاي؟ صحتين وهنا تقبرني. على قلبك. حال امي طيب معي؟ ايه طيب كتير، اسلموا ايديكي مرت عمي. الله يسلمك يا عيوني. من بكره بدي اياكي تفوتي على المطبخ، من بكره بدي اكل من طبخك. ها يطول بالك عليها يا مو، رأسها بدك تاكل من طبخها. معلوم يا مو معلوم، لازم هي اللي تطبخ وتنفخ وتعمل كل شيء وانت تادي وترتاحي. ايه مرت عمي، احنا بدنا اياكي مبسوطه ومرتاحه وانا بشتغل كل شيء. الله يرضى عليكم. شو بدي انا لك ابني غير شوفك مرتاح ومبسوط انت واخواتك؟ الله يديمك فوق راسنا يا مو، انت بركه هالبيت يا مو. الله يرضى عليك. هلا بس تخلص اكل وديني لبيت ابو حاتم، وعد نسوان الحارة نلتقى هنيك مشان نشق على مرت خالك أبو شهاب. ولي على قامتي، مدري شو صاير لها الشريفة.
عملت لك اطيب صحن بيض مقلي وصحن مسبح وصحن فول على كيفك يا بيه. الله يعطيك العافية. كله نعمة كريم. صحة وهنا يا بي، صحة وهنا. تفضل. دخلك. أنت مسافر رياض أختك زهرة؟ إن شاء الله بكرة يا بيه. والله كل السفر على طرابلس ما عاجبتني. الله يصلحك يا رياض. شو بياخدك على طرابلس؟ يعني شو بيصير لو بيبقى هون بالدكان؟ شغله منيح وماشي حاله. معليش يا بيخطي، رياض آخر فترة شغله هون ما كان زيادة، خليه يروح يجرب حظاته بطرابلس. شرف يا بي. الله يوفقهم ويرزقهم. أنا بدي أعرف ليش رافضة الجواز من مأمون بك. لك يا أمزكي لا تفهميني غلط، أنا مو رافضة الجواز من مأمون بالذات، أنا رافضة الجواز من أصله. وليش بعدين؟ يي علينا، شو بنا أمزكي؟ أنت عم تسألي هالسؤال؟ انت بتعرفي انه قديش اجاني عرسان بعد المرحوم ابو توفيق ورفضتهم كلياتهم. عليك شو كذابه، والله ما شفت اجاكي ولا عريس من بعد ما مات المرحوم. امزكي هلا انت عن جد نسيانه ولا عامله حالك عم تنسي قصدها؟ هلا ايمينا من سيره العرسان اللي تقدموا لك، انا جايه مشان مأمون بيك وبس. لا مأمون ولا غيره، يحرم علي رجال بعد ابو توفيق الله يرحمه. وها مصيبة، هلا رافضة جوازك كله مشان أبو توفيق؟ إيه راح إنه ميت سنين شبه؟ إيه علينا، لك يا أم زكي، الوحدة منا بتجرب حظها مرة بهالدنيا، وأنا الحمد لله قبلانة بقسمتي ونصيبي. لك يا حوبي هذا مو غريب، هذا ابن عمك عرق عينك. إيه ولو، وإذا كان ابن عمي؟ أصلاً أنا لا شفته ولا بعرفه، يعني سبره بسبر الغريب عندي. بس مأمون بيك جاها وجاها وهو الكلب الكلب الحارة. ايه شو عليه؟ الله يسعده ويهنيه ويبعث للي احسن مني. ايه بس هو شاريكي الك وبس، لو ما كان هيك ما كان حكى مع الشيخ عبد العلي. لك وينه؟ هاي فرصة عمرك، فكري، اجيتك وانتي لساكي صبية، لا تضوعية من ايدي. Hey! Hey!